موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: قل لهؤلاء المكذبين المعاندين: أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، أي سلبكم إياهما كما أعطاكموهما، فإنه هو الذي أنشأ لكم، هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن منع الانتفاع بهما، الانتفاع الشرعي، ولهذا قال: وختم على قلوبكم، كما قال: أمن يملك السمع والأبصار، وقال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. بل الأول هو الظاهر، لأنه لو كان المعنى الثاني لكان السمع والبصر، يعني الانتفاع بهما في الهداية، قد أخذ بالفعل، فإنه لا يقال لأعمى: أرأيت إن أخذ الله بصرك، هو قد أخذه، وإنما يقال هذا لبصير، يقال: كيف لو أخذ الله بصرك، يقال لسميع: كيف لو أخذ الله سمعك، يقال لعاقل: كيف لو ختم الله على قلبك فلم تعد تعي ولم تعد تفكر ولم تعد بيدك شيء. أما المعنى الثاني فهو معنى صحيح في نفسه، لكن ليس في الظاهر هو المقصود من الآية، والله أعلم. وقوله: من إله غير الله يأتيكم به، أي هل أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليكم إذا سلبه الله منكم؟ لا يقدر على ذلك أحد سواه، ولهذا قال: انظر كيف نصرف الآيات، أي نبينها ونوضحها ونفسرها دالة على أنه لا إله إلا الله، وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال. ثم هم يصدفون، أي ثم هم مع هذا البيان يصدفون، أي يعرضون عن الحق ويصدون الناس عن اتباعه، نعوذ بالله. قال العفي عن ابن عباس: يصدفون، أي يعدلون، زي ما قلنا يعدلون عنه. وقال مجاهد وقتادة: يعرضون. وقال السدي: يصدون.
ممكن يصدون، دي تحتمل المعنى اللي ذكره ابن كثير، يصدون الناس عنه، أو يصدون عن الحق أي أنفسهم، أي يصدون أنفسهم، يمنعون أنفسهم، وليس يقصد بها منع الناس. وقوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. بغتة أو جهرة، بغتة أي وأنتم لا تشعرون، وأنتم لا تشعرون به حتى بغتكم وفجأكم، أو جهرة أي ظاهرا عيانا. هل يهلك إلا القوم الظالمون، أي إنما كان يحيط بالظالمين أنفسهم بالشرك بالله، وينجو الذين كانوا يعبدون الله وحده لا شريك له، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني إن أتى عذاب الله العام بعد أن بلغ الأنبياء الحق، فإنه لا يهلك به إلا الظالمين، لأنه ينجي رسله والذين آمنوا. وقد يعذب المؤمنون إذا كثر الخبث، ويكون ذلك كفارة لسيئاتهم ورفعا لدرجاتهم، ولكن مع ولود النبي في أمته، قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وسنة الله عز وجل في الأمم السابقة كلها أنه يأمر الأنبياء بالخروج من بين أظهرهم ثم ينزل بهم العذاب، وهكذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهم يستغفرون أي وفيهم من يستغفر إذا ظهر الأمر والنهي، وأما إذا ضعف الأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيمكن أن تأتي فتنة تعم الجميع. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فهناك أحوال لا يهلك إلا القوم الظالمون، أي والرسل موجودون في أقوامهم، وكذا الصالحون الداعون إلى الله المقيمون الحجة على العباد ببيان الحق وظهور الأمر والنهي. وهناك حال آخر يضعف الأمر والنهي، يضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله في قوم، ويكثر فيها الخبث، فيهلك الله عز وجل الجميع، ثم يصدرون مصادر شتى. وقد يكون بعض الصالحين في أنفسهم معذبا إذا كان مفرطا في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله عز وجل يقول حينئذ: به فابدأوا، إنه لم يتمعر وجهه في. فتلك أحوال، والله أعلم.
على حسب وجود الرسول صلى الله عليه وسلم أو وجود الصالحين المصلحين أو ضعف ذلك وغيابه مع تفريط أو غير تفريط. لكن إن نزل العذاب العام بسبب استضعاف المؤمنين ومنعهم من القيام بواجبهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يقصرهم، فلو جاء العذاب العام فإنهم يكون لهم كفارة، وأما مع تقصيرهم فيكون عذابا عليهم، نعوذ بالله. وقوله وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، أي مبشرين عباد الله المؤمنين بالخيرات ومنذرين من كفر بالله بالنقمات والعقوبات. ولهذا قال فمن آمن وأصلح، أي فمن آمن قلبه بما جاء به، بما جاء به الرسول، بما جاءوا به جاء به المرسلون، وأصلح عمله باتباعه إياهم فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم أي بالنسبة لما يستقبلونه، ولا هم يحزنون بالنسبة أي بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا مكتوبة وصنيعها وضيعتها، ضيعة يعني الضيعات يعني الحدائق ونحو ذلك. الله وليهم فيما خلفوه وحافظهم فيما تركوه. ثم قال والذين كذبوا بآياتنا صموا، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، أي ينالهم العذاب بما كفروا بما جاءت به الرسل. وخرجوا عن أوامر الله وطاعته وارتكبوا ما مناهيه ومحارمه وانتهاك حرماته، وهذا الذي ذكرناه أمس حين ذكر ابن جرير أن معناه بما كانوا يفسقون يكذبون، وقال إن كل فسق في القرآن هو الكذب. وقلنا أن الكذب من الفسوق، وأن الفسوق في هذا الموضع هو فسوق أكبر، خروج بالكلية عن الدين وعن أوامر الله عز وجل كما فسرها ابن كثير، كقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهذا الفسق الأكبر. وكذا قوله تعالى إن المنافقين هم الفاسقون، قوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قال ابن جرير الطبري رحمه الله يقول تعالى ذكره قل لهؤلاء المنكرين نبوتك لست أقول لكم إني الرب الذي له خزائن السماوات والأرض وأعلم غيوب الأشياء الخفية التي لا يعلمها إلا الرب الذي لا يخفى عليه شيء فتكذبوني فيما أقول من ذلك، لأنه لا ينبغي أن يكون ربا إلا من له ملك كل شيء وبيده كل شيء ومن لا يخفى عليه خافية.
والله هذه الآية من أعظم الأمور في الدلالة على أن ما يعتقده عباد القبور في من يعني ينادونهم بالليل والنهار من أوليائهم معتقدون أن الله جعلهم يتصرفون في الكون، حتى قال زنديق من زنادقتهم إن الله قادر أن يخلق في بطن الحامل أو في بطن المرأة بإذن الله، وهذا الضلال المبين والشرك البين. وكذلك من يزعم أن الله قال الملك ملكي وفوضت فيه البدوي، وهذا شديد الانتشار من ضلالتهم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده خزائن الله ولا يعلم الغيب، مرة كنت بتكلم مع واحد منهم قال لا هو يعلم الغيب بس بيتواضع، قلت له ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لي جبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، في خمس لا يعلمهن إلا الله، ربنا بيقول قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قال لا برضو بيعلم الغيب، خلاص بعد ما نقرأ القرآن يبقى ناس ايه، خلاص طمس الله على قلوبهم، نعوذ بالله من الضلال. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، يبقى هذه الأشياء لا يمكن أن تكون صفة لأحد إلا لله عز وجل، لأنه لا ينبغي أن يكون ربا إلا من له ملك كل شيء وبيده كل شيء ومن لا يخفى عليه خافية، وذلك هو الله الذي لا إله غيره. ولا أقول لكم إني ملك، لأنه لا ينبغي لملك أن يكون ظاهرا بصورته لأبصار البشر في الدنيا فتجحدوا ما أقول لكم من ذلك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يقول قل لهم ما أتبع فيما أقول لكم وأدعوكم إليه إلا وحي الله الذي يوحيه إلي وتنزيله إن أتبع إلا تنزيله الذي ينزله علي فأمضي لوحيه. وأأتمر لأمره، هي مكتوبة وأمر، هي وأأتمر لأمره. وأأتمر لأمره وقد أتيتكم بالحجج القاطعة من الله عذركم، يعني ليه قاطعة؟ لأنها تقطع عذره على صحة قولي في ذلك، وليس الذي أقول من ذلك بمنكر في عقولكم ولا مستحيل كونه، بل ذلك مع ورود البرهان على حقيقته هو الحكمة البالغة، فما وجه إنكاركم له؟ فما وجه إنكاركم لذلك؟ وذلك تنبيه من الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على موضع حجته على منكري نبوته من مشركي قومه، قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ يقول تعالى ذكره قل يا محمد لهم هل يستوي الأعمى عن الحق والبصير به؟ والأعمى هو الكافر الذي قد عمي عن حجج الله فلا يتبينها فيتبعها، والبصير المؤمن الذي قد أبصر آيات الله وحججه فاقتدى بها واستضاء بضيائها. أفلا تتفكرون؟
يقول لهؤلاء الذين كذبوا بآيات الله: أفلا تتفكرون فيما أحتجوا عليكم به أيها القوم من هذه الحجج، فتعلموا صحة ما أقول وأدعوكم إليه من فساد ما أنتم عليه مقيمون من إشراك الأوثان والأنداد بالله ربكم وتكذيبكم إياي مع ظهور حجج صدقي لأعينكم، فتدعوا ما أنتم عليه من الكفر مقيمون إلى ما أدعوكم إليه من الإيمان الذي به تفوزون. عن مجاهد في قول الله: قل لا يستوي الأعمى والبصير، قال: الضال والمهتدي. عن قتادة قال: الأعمى الكافر الذي قد عمي عن حق الله وأمره ونعمه عليه، والبصير العبد المؤمن الذي أبصر بصرا نافعا فوحد الله وحده وعمل بطاعة ربه وانتفع بما آتاه الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.